غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة إذا صقع صوت رنة تشوف أخبارة إذا صقع صوت رنة تشوف أخبارة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر للكشخاش كرة بعض المواتر للكشخاش كرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بدك تحية لقبر تاخذ دارة بدك تحية لقبر تاخذ دارة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر ما فيها غشمرة بعض المواتر أبدا ما تنشر بعض المواتر أبدا ما تنشر زقرت مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده من برنامج الموتر الجزء الثالث. مشاهدينا اليوم وكالعاده علي مختار ابو حسين. علي مختار يبدو ان العشق زاد عنده، الحب صار عالي وايد من الدرجه الاولى في حب الكلاسيك. يمكن في حلقات سابقه ياب لنا أبويك لسابر، اليوم لا، بونتيك باريزيان 86 توه واصل، توه مترقم، لون من أحلى الألوان. لما نقول بونتيك فالبونتيك تقريبا ظهوره من هذا الجيل، تقريبا من 59، الجيل هذا من 59 الجيل الأول، الجيل الثاني تقريبا من 61، احنا جيلنا تقريبا الخامس أو السادس اللي هو من 77 إلى 86. طبعا هذا الجيل بالنسبة للباريزيان صارت فيه سوالف. السيارة هذه يمكن اليوم أنت كمشاهد تسألني تقول أبو علي وين الخمسينات وين الستينات وين السبورتات، كل شيء موجود، لكن لا تنسى تاريخيا هذه السيارات صارت تاريخ. وإذا حكي حتى في أمريكا السيارة بعد 25 سنة تعتبر تراث، تعتبر أنتيك. إنزين اليوم هني سيارة 86، إذا 86 يعني طايفة 30 سنة، طايفة 30 سنة. بونتيك باريزيان 86 صاحبها علي مختار أبو حسين الله يعطي الصحة والعافية، ياب السيارة وزحلقها ببعض السوالف على أن السيارة صبغ الوكالة شوية رتوش خفيفة كأنها مولك، وشوية تواير بخط أبيض الاثنين إنش، وشوية تلمع وشوية تشمع وشوية تعديلات وتنزيلات وترتيبات. شيلوا تنزيلات خلوها تعديلات وترتيبات. مشاهدينا نستكمل الحكي، حكينا عن سيارة أخوي علي مختار أبو حسين البونتيك 86 الباريزيان. طبعا الباريزيان مشاهدينا هي أحد فئات البونافيل، يعني أقل درجة من البونافيل. البونافيل يعتبر الفل على قولتنا الفل. طبعا السيارة هذه انزلت تقريبا في أمريكا من 83 إلى 86، لكن بالكويت طبت عندنا الشكل هذا من 84 إلى 86. لكن هذه السيارة إصدار كندي حق أمريكا، إصدار كندي حق أمريكا. طبعا ذاك الوقت السيارات قام تطلع أقل تكلفة أقل حجم أقل كل شيء، إلا أن السيارة هذه ظلت هي الشكل البونافيل، يعني الخلفية هذه هي خلفية البونافيل، خلفية البونافيل على قولتهم الخشة، خشة الشفر، خشية الشفر. وهذه سيارة تقريبا تصممت في كندا ذاك الوقت على أنها شفر، تطلع أنها شفر، لكن بالآونة الأخيرة أو اللحظات الأخيرة صارت بونتيك باريزيان. ف
فانزلت طبعا بست مكاين، الجيل هذا اللي هو من 77 ل 86 او 87 انزلت ست مكاين، من ضمنهم الماكينه الاولى كانت ستة سلندر طبعا، وانزلت خمس مكاين كلها ثمانية سلندر. هني التنوع، يعني سيارتنا 305 شفر، انزلت اولز 307، انزلت البونتيك ثلاث مكاين عليها بونتيك، وانزلت مكينة واحدة بيوك، يعني ست مكاين. هذا دليل على أن السيارة ماخذة من الأولز 98 أو 88، وخذت من البونتيك الكاتلينا، وخذت من الشفر الكابرس، خذت منهم يعني بعض السوالف. إلا أن سيارتنا تظل بونتيك باريزيان 86. طبعا سيدان، لما أقول سيدان يعني في أعلى، في كلاسيك وفي بروغهام. الكلاسيك طبعا اعلى منها درجه، البروغهام الفل كشنات فل متحركه، على قولتنا توماتيك، الجامات توماتيك، كل شيء توماتيك. الا ان سيارتنا تعتبر الجام، لا الجام مانوال فر باليد. السياره جدا طبيعيه، لكن الحلو بالسياره واللي جابها اخونا ابو حسين، اليوم قام تصير بالنوادر حتى في امريكا، قام يحتفظون في هذه السيارات، فاقتنصها بالاخير ويابها، والسيارة على الأعدال وكالتها. مشاهدينا، قلنا لكم طبعا هني شوية نشوف السيارة، هي البونافيل تعتبر الباريزيان اللي قريبا من البونافيل. حتى ذاك الوقت بالكويت الكل كان يصيح عليها انها هي بونافيل، وهي يعني تعتبر من فئات البونافيل. يعني قلنا لكم الخلفيه هي خلفيه البونافيل، ويه الشفر الكابرس ذاك الوقت الثمانينات، ال 85 84 طبعا، الا الشبك يفرق والعلامه مالت البونتيك، وايضا كلمه بونتيك على الكبوت. طبعا كسياره انزلت تقريبا بنوعين من الطوس ونوعين من الكيبرينج، انزلت الطاسة هذه وانزلت الطاسة السيم، وانزلت الكيبرينج الرالي ويل، وانزلت على قولتهم نزل عليها الرينج اللي هو الفراشة، مثل مال الجراند بريكس والترانز ام تقريبا. طبعا السيارة على حطة وكالتها، حتى كشناتها كشنات الوكالة. السيارة الممشى الحقيقي 90,000 تقريبا، السيارة ماشية 90,000، فيابها أخونا علي مختار من أمريكا على أن السيارة لو مايل، مو ماشية وايد. طبعا تعتبر هذه السيارة ذاك الوقت سيارة عائلية، لا والله الشباب كانوا يأخذون البابين، هي نزلت بابين، ونزلت أربع أبواب سيدان، ونزلت أربع أبواب البروغهام الفل، ونزلت بوكس أيضا، يقولون نزلت بوكس ستيشن. طبعا احنا ما شفنا البوكس. هذه السيارة يمكن بالكويت آخر أيام أنا شخصيا كنت أشوف في عندنا منطقة الصليبخات قطعة ثلاث، أخوي العزيز محمد مطر عنده واحدة بيضة عمرت وياه تقريبا ليل 2000 عمرت وياه. هذا دليل على السيارة ونعومتها ورفاهيتها، مو بعيدة عن البويك الإلكترا أو الليسابر، و تعتبر سيارة معروفة بالرفاهية بالنسبة للبونتيك. يعني إذا البونتيك طلع سيارة زقرت ورفاهية ونعومة، فهي البريزيان، سيارة البريزيان، البونتيك البريزيان. طبعا نشوف حالة السيارة، حالة وكالة، وحتى دبتها ما شاء الله جديدة نظيفة، الماكينة نشوف شلون مترتبة شلون نظيفة. السيارة مثل ما قلنا لكم سيدان، لكن اليوم أنت في الوقت هذا يعني تكلم 2020 2021، صعب تحصل موتر في هذه النظافة، يعني ينعدون على الأصابع. هذه معلوماتنا كانت عن سيارتنا الحلوة، سيارة أخوي علي مختار أبو حسين، وإن شاء الله الوعد قدام في العجب العجاب في الموتر الجزء الثالث. يمكن اليوم مثل ما قلت لكم، ليش الثمانينات؟ الثمانينات اليوم خلاص، اللي انولد بالثمانينات اليوم عمره بالثلاثينات، فهذه السيارة بما أنها طافت فوق 25 سنة تعتبر أنتيك كلاسيك تراث. إلا أن سيارتنا بعد طائفة 86، يعني مواليدي أفتكر. فقواكم الله مشاهدينا، تابعونا في الموتر الجزء الثالث. مشكور أبو حسين علي مختار، أفتكر
ما انت واقف شكلك بعد بتسحب اللي بامريكا كله. شوفكم على خير شوية، في امان الله. اشتريب ما يا عيني ومدللة مشتري